الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله
لله الأمين رحمه الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا، وغمومنا، وقائدنا إلى جناتك، جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا
أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. فإنك يا رب لا تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا سالما من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، وارحم شهداءهم، وكن لهم وليا ونصيرا. اللهم أرنا عجائب قدرتك في أحفاد القردة والخنازير من اليهود. اللهم يتم أطفالهم وأمن نساءهم ودمرهم تدميرا. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا الجزائر. اللهم احفظ بلدنا الجزائر، واحفظ شعبها وجيشها وحدودها وأمنها. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنه بلد ارتوى ترابه بدم الشهداء، فبارك فيه واحميه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة.
برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ولا بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الزيادة في الدين والبركة في العمر والصحة في الجسد وعفوا عند العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، واهدهم إليك صراطا مستقيما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا ممن نال أجر ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن نال أجر ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن نال ليلة أجر، اللهم اجعلنا ممن نال أجر ليلة القدر. اللهم ما قسمت في هذه الليلة من صحة وعافية فاجعلنا فيه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من بلاء فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من صحة وعافية فاجعل لنا فيه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من بلاء فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم، فاللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، فاستجب لنا ولا تردنا خائبين. اللهم إنا على بابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم إنا على بابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم إنا على بابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.